بتهاجمي الزمالك وبتزعلي جمهوره عشان تلفتي نظر إدارة قناة الأهلي؟ خالص. ما مش يبقى أسود. طب أسود خالص. أسود يعني خالص. خلاص أنا هرد الرد عشان مش عارفة أبيض ولا أسود. خالص ما ليه ما نتعرض عليا من سنة قناة الأهلي؟ بس أنا ما ردتش علشان أنا مش هقدر ما استضيفش زملكاوية، مش هقدر أبقى بعمل برنامج ما يليقش بجمهور الأهلي. طبعا زملكاوية أكيد. أكيد جدا. انت اهلاوية؟ انا اهلاوية برا شغلتي. والله العظيم. ايوه. وجوه شغلتك زملكاوية؟ اعلامية. اعلامية. بتفصلي كده شكل خالص. حارة. بتفصلي خالص كده. بس الناس بتاخدها. اصل تشجيع الكورة ده يعني في الدم. حياة. يعني حياة. صعب. حياة. يعني ازاي قاعدة قدام واحد زملكاوي عاوزة تهاجميه؟ هو البرنامج طبيعته كده يا ناس، يعني البرنامج طبيعته انه اسمه الحكم، فالحكم ده انا بتكلم بلسان الجمهور، انا بقول في اخر كل حلقة بقول ان الحكم دايما ودائما وابدا للجمهور، فانا بتكلم بقوله انا بسألك السؤال الجمهور نفسه يسأله لك، انت ليه؟ طب ليه زعلانة مني لما بسألك وتقولي بتهاجميني؟ ما انا بسألك الأسئلة عشان الجمهور. عشان بحاول اوصل لك الطريق الاسهل. انت عايزة تزنقيني في حتة تانية. انا عايزة ازنقك طبعا. نروح